بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فإن العبد في هذه الحياة قد يتعرض لبعض الأمراض والأوبئة، وقد تكون معدية بإذن الله تعالى، والوقاية والعلاج لذلك من الكتاب والسنة. أولا، التوكل على الله والاعتصام به في دفع الوباء والحياضة والحفظ من رب العالمين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثانيا، عدم مخالطة أصحاب الأمراض المعدية، لأنه قد يكون سببا بإذن الله في نقل المرض. وفي الحديث عن الطاعون قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها. وفي الحديث الآخر: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ثالثا، الأخذ بالوسائل المباحة والشرعية في التحصن من الوباء، كلبس القفاز أو الكمامة على الفم والأنف ونحو ذلك، وهذا من فعل السبب ولا ينافي القدر. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل له: أعقلها واتكل أم أطلقها وأتكل؟ قال: بل اعقلها واتكل. رابعا وأخيرا، يجب على العبد الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا فعل العبد الأسباب وأصابه مرض فليصبر ويرضى ويتداوى بما شرع له، كما في الحديث: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بمحرم، حفظنا الله وإخواننا المسلمين من كل سوء ومكروه، وشفى الله مرضى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.